الكذب. يوم من الايام اضطريت اكذب عليك. اه حبيبتي. في فتره من الفترات كان منتشر الاسك اف ام، تتذكروه؟ صحيح. اسك دوت اف ام او صراحه، هل شي مره سالتوا حالكم سؤال؟ ولو ايش، شو السؤال اللي كان بدكم الناس تعرفه؟ حقيقه. شو حقيقه؟ يعني اوكي انا عملتها برضو. شو السؤال؟ ما بعرف، بس هذا الحكي كان وانا صغير، يمكن اتذكر مره سالت حالي كان كنت مرتبط، فانا رديت حالي لا. نفس الشيء اهلا. انه سالت حالي انه شيء مشان انه اجذب الناس. كان بدكم توصل اجابه لبنت معينه؟ طبعا. انا بشكل عام لسه جديد طالع الحياه وهيك. اوكي اكيد. وانت تفكر شو اختار؟ حقيقه برضو. طيب اوكي، اخر شخص عملتوا له انفولو على انستغرام؟ انا عملت انفولو لبنت. شو السبب؟ كانت معي ايام المدرسه. بس خلص ما فيش داعي اطلع منها فضايح. شو السبب بس هيك؟ يعني ما بعرف، بنت اختفت فجاه، بطلت حتى تنزل شيء ولا اي شيء، فعملت لها انفولو. اوكي مهاوش. انا ممكن الانفولو كان للاعب، يعني شيء زي هيك. شو زعلك اللاعب؟ بيطلع من برشلونه. اوكي. فعملت له انفولو. انت برشلوني؟ جدا متعصب. طيب حقيقة أم جرأة؟ برضو حقيقة، بدنا إشي قوي. ماشي. إشاعات بتقول إنه مهاوش بعلاقة حب. حقيقة. حقيقة. الإشاعات الثانية بتقول إنه منتصر بعلاقة حب. حقيقة. أوبا. حقيقة أم جرأة؟ نرجع جراءة. بدي أكسر روتين جراءة. أيوة. طيب. قلت حدا من المشاهير على السوشيال ميديا؟ بعرف قلت لك مهاوش. اوكي. هيك وبيطلع بضحك. وانا قلت حدا؟ مين اقلد؟ عاد ما كثير قناعتنا بهذا التقليد، غيره كمان. بالضبط يعني. اخوان منتصر لولا حفوتي. لا انا بقلدك. مش عم تزبط معي. منتصر بصحى من النوم مثلا، اقلد منتصر مثلا، بصحى من النوم حاط الاحرام على راسه دائما هيك ببلش يومه. صباح الخير. بكون انه انا هيك ببلش وجهه بس. يا لا حقيقه مش رايق. ايش بدي اقلدك بس بطل اشوف. طب نحن ما عم نسمع. لا لا لا. نحن ما سمعنا هيك. لا تحكيهاش. يلا بنرجع لجرأة مرة ثانية. تقليد. إلا نشوف الموقف. يا تفضل يا. اه حبيبتي. لا 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 لا. بحبك. لا لا لا. اسمعي. لا ترديش ترديش ترديش. هاي تصريح ناري على فكرة بالمقابلة، نحن عم نشوفها. والله يا منصر لأفرجيك. وشفنا مشهد هلا حاليا. طب منتصر كيف بيعمل هذا الموقف؟ خلينا نشوف. لا منتصر على التليفون بلاقيش بدا بالطاوش منتصر. مشكلجي. مشكلجي. يعني منتصر بلاقيه هو ما بيحكي قدامي، مستحيل، بس بلاقيه هيك بكبس. يعني شفتيه قبل يجي على المقابلة كان يكبس، كان يتطاوش. اوكي خلص نحن هلا صرنا نفهم الحركات تبعك. ايوه. حقيقة أو جرأة؟ حقيقة. يلا. طيب إذا لغت السوشيال ميديا، شو الوظيفة اللي بتحسوها مناسبة لكم؟ ممكن اكون والله ما عارف. انا ممثل. ممثل؟ ما هي لها دخل بالسوشيال ميديا. لا عادي بنعرض على التلفزيون. اها حلو. سينما. مدير. 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 بعرفش بس مدير. يا سلام، انا حاسه لازم دائما تفكروا بشيء ثاني. مدير اعمال. مدير اعمال. لا منتصر. ممثل. ما هو حيكون اكون مدير اعمال. حلوة. حقيقة أم جرأة؟ حقيقة. طيب أوكي، شو النقطة اللي ممكن تقلب صداقتكم لعداوة؟ الكذب. كذب. كذب شو؟ يعني أي شيء. كذب على بعض. يعني أنتم لو كذب صغير. يعني لا. مثلا في يوم من الأيام اضطريت أكذب عليك. بس كان لصالحي. كذبة بيضة. شو كانت الكذبة؟ إيش كانت؟ مالك. بزبطش. بزبطش. بس بشكل عام يعني بنكره الكذب خلص دائما. طب قولوا لنا شو ال يعني احيانا مثلا نيجي مخططين نطلع مع بعض خلص بعدين تجيني تطلع اهم من مهاوش. حبيبي بتبيعه بثانيه يعني. بروح بحكي له اياها بوجه انه كذا كذا، ما بكذب عليه، بحكي له انه والله صعب وابصر شو ما بقدر. بس شو اللي بدايقكم؟ قصدي يعني مثلا كذبه بالشغل،
هلا بشكل عام، بشكل عام الكذب سواء كان بالشغل او كان بالصداقه او كان كاخوه مو حلو. انه لو انا شفت منصر مثلا لو كذب علي في إشي بسيط مثلا خلص انا ببطل منصر اللي بعرفه. فهيك تعودنا من العلاقه انه فيش كذب، خليك معنا صريح عشان نكون مع بعض صريحين. يعني الكذب هو الفاصل بالضبط.